ومعنا مشاهدين عبر الهاتف نجلة المعتقل والمحامي محمد البكري الأستاذة إسراء. بداية سيدة إسراء، كيف حدثت عملية الاعتقال للأستاذ محمد البكري؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. رحيم امبارح بركت رايح محكمة عادي، شغل يعني عادي. هم اعتقلوني من مكان عمل امبارح في المحكمة، ويعني هو لسه مكانش شغالة حتى الآن. نعم، هل لديك أي معلومات تتعلق بأسباب الاعتقال ولماذا يتم اعتقال محامي من داخل محكمة كان يمارس وظيفته وعمله؟ هو الأسباب واضحة جدا، إن مفيش سبب صريح كأي إنسان الأيام دي اعتقال لأسباب سياسية، كأي حد محترم في الزمن الجميل اللي احنا فيه ده يعني. نعم، طيب، عملية الاعتقال جاءت ضمن حملة استهدفت العديد من المحامين، هل جاء ذلك لدور هؤلاء المحامين في عمليات الدفاع عن معتقل الشرقية رغم أنهم يقومون بدورهم الطبيعي؟ وإذا لم يكن لهؤلاء المتهمين من وجهة نظر الحكومة محامين، فمن المفترض أن تقوم الحكومة بتكليف محامين لهم، هم في النهاية يقومون بدورهم الطبيعي. نعم، هل كان السبب وراء الاعتقال هو قيامهم بالدفاع عن هؤلاء؟ أيوة أكيد، ده من الأسباب يعني. شكرا جزيلا لك إسراء نجلة المعتقل والمحامي محمد البكري.